السلام عليكم جميعا، صباح الخير او مساء الخير حسب كل واحد توقيته. برحب فيكم حلقه جديده من الباب الاسود مع فهد. الساعه الحين 12:57 دقيقه منتصف الليل، تاريخ 10/31/2021. اعتقد الحلقه اللي طافت ذكرت التاريخ وانه بشهر نوفمبر او شهر 11، فالظاهر اني تسبقت الاحداث. زين، مثل ما يمكن بعضكم متابعني بسناب قلت ان الحين ان شاء الله بصور حلقه عن رقم 111، والارقام اللي هي عاده تتكرر في معجم الغرب يسمونها ارقام الملائكه. انا ممكن انظر لها انها ارقام اللي نتخاطب فيها او نتخاطب فيها مع العوالم الاخرى او اللامرئيات عن طريق الذبذبات. زين، انا ما زلت في رحله البحث. وكل انسان وطريقه. انزين، اذكر الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، عمل لايك ديسلايك ترك تعليق، متابعتي في مواقع التواصل الاجتماعي. انزين، الحلقه هذه بتكون من عده اجزاء، وكل جزء بتكلم فيه عن مرحله معينه. واذكر بلدي العام، بس الحلقه ما راح تكون فيها حوارات، يعني اعتقد الكل راح يكون. اذا طلعت لك هالحلقه بالصدفه معناتها ممكن يكون هذا هو المغزى من البحث. احيانا تطلع الارقام في عده معاني. زين، وكل الارقام، كل الارقام شنو ما كانت اللي تطلع لكم بتكرار، مثلا رقمين او ثلاث ارقام مع بعض، وفي بعد مرحله اعلى اللي هي تكون ثلاث ارقام معينه بعدين يتبعها ثلاث ارقام معينه وفي تكرار فيهم، فهذه معناتها حسب انت المرحله اللي وصلت لها او اللي وصلتي لها. 111 من أقوى الأرقام، واللي يمكن وايد ناس تكلمت عنه، ولكن أنا دائما لي بحثي الخاص ومفهوم الخاص بالأشياء، أصيب وأخطئ ولكن أنظر لها. طبعا أنا مراجعي أغلبها تكون من مصادر ما قبل الإسلام، وإلى إن شاء الله، لأن أنا قاعد أحاول أبحث من البداية لين أوصل للمرحلة اللي إن شاء الله اللي هي تكون بالقرآن. سورة الإسراء مثلا دائما نهايتها 111، وفي أسرار كثيرة بالقرآن، ولكن إلى أن أصل لتلك المرحلة إن شاء الله أفضل أني أبدأ من الصفر، وأنا في مرحلة التعلم والتعليم قاعد أنمو معاكم فيها. أذكر أن سورة الإسراء لما تقرون سورة الكهف كل جمعة لا تنسون تقرون سورة الإسراء آخرها اللي هي فيها السجدة، لأن ذكر قلتها في أحد الحلقات، ولكن قلت أذكرها بما أن اليوم بتكلم عن رقم 111. رقم 111، إذا أنتم من الأشخاص اللي قاعد تسوون مديتيشن أو تأمل، معناتها من الطبيعي أنه راح تشوفون 111، لأن إذا أنتم واصلين مرحلة معينة وفي تكرر معاكم الرقم بشكل يومي أو دائم أو في يوم من الأيام شفتوه أكثر من مرة، معناتها من الأسباب الرئيسية أن ديروا بالكم على هي كل الأرقام اللي تكررت، ديروا بالكم على طريقة تفكيركم، دائما خلوها إيجابية. ولكن في 111 هو مستمد من الواحد الأحد سبحانه، رقم واحد اللي هو الوحدانية الفردية، المميز القوي، الليدر القائد، وايد أشياء. وأيضا 111 هو رقم يعتبر ماستر في علم الأرقام. أعتقد أنا 111 anyway. رقم 111 لما ينجمعون رقم 1 ورقم 11 مع بعض يولد طاقة أقوى وأسرع في التخاطر لما يدور في العقل. معناتها عشان بحاول أختصر وأسهل أخلي الحديث مبسط، 111 إذا اجتمع عند الشخص هذه أحد الأسباب. ركزوا على طريقة تفكيركم أنها تكون إيجابية. الفرق أن تكون أنت إيجابي، ليش؟ لأنه 111 راح يسرع عملية الجذب، طاقة الجذب عندك. يعني مثلا شنو، مثلا في وحدة أو واحد يبون مثلا العمل أو الزواج أو في كثير لها معاني، 5-6 معاني أنا بذكر الحين واحد منهم اللي يحضرني الحين إن أنا أتكلم فيه، إن ديروا بالكم على طريقة تفكيركم. فرقوا بين إن
ان انتو تخافون من شيء معين، يعني مثلا لا تفكرون في طريقة انا ابي اتجنب هذا الشيء، يعني مثلا لا سمح الله فشل في الدراسة او فشل في العلاقة الحب، لا تفكرون بهالطريقة، لا تفكرون بالشيء اللي انتو ما تبونه يحدث، فكروا فقط في الشيء اللي تبونه يحدث. يعني مثلا انا بأسس شركتي وتصير من شركة كبيرة الى اكبر، شنو الخطوة اللي انا بأخطوها، 1 2 3، يعني دائما اركز على الشيء الايجابي القوي في هذه المرحلة من التكرار رقم 1 1 1. الحمد لله انا السنة اللي طافت وصلت لمرحلة الماستر، ولكن ما زلت تحت 40، فمعناته انا لسه في عملية بحث. إذا الله كتب لي يعني وطال في عمري إن شاء الله في الخير لي ولكم، ممكن أن أوصل لمرحلات مراحل أعلى، لأن كل شيء قاعد أحاول أوثقه مع الوقت في موقعي الخاص اللي هو fkwt.com، في صفحة خاصة أنا مخليها للأرقام، بس شوي شوي قاعد أسويها في تأني. فنرجع لرقم 1 1 1، أنا قاعد أحاول الحوار هذا يساعدكم أيضا لفهم المعنى أكثر. باختصار شديد، حاولوا دائما يكون التفكير إيجابي، سيطروا على التفكير الإيجابي في هذه المرحلة لسببين، لأن عادة الأرقام هي تكون مجرد وسيلة عبور للاستجابة أو للحدس، الحدس اللي أنتم ممكن تحسون فيه، إشارات، هي علامة من العلامات، سواء كانت مثل ما البعض يعتقد انها ارقام ملائكه وتخاطر بيننا وبين الملائكه، وهذا قد يكون جائز، يعني ما انا ما اشوف انه مو معناته عفوا مو معناته ان احنا ما نشوفهم معناته ما في الملائكه الحارسه، او ممكن في درجات معينه والله اعلم لقدرات بعض الاشخاص اللي ممكن يوصلون لهذه المرحله. فالفكره لان هذا سلاح ذو حدين، 1 1 1 ممكن ينطبق على يعني ينطبق عليكم في نوعية التفكير أو الحالة اللي أنتم عايشينها، لأنه ممكن أنتم تجذبون لكم الشيء لا سمح الله، ماني قايل الكلمة بس بقول الشيء الغير مرغوب فيه، أو العكس صحيح الشيء المرغوب فيه. فدائما لما تصادفون أن شفتوا الرقم لأكثر من مرة وفي فترات متقاربة، معناتها لازم تركزون أن أنتم في مرحلة وصلتوا لطاقة الجذب العليا اللي هي تسرع الأمور معاكم. يعني مثلا الأشياء لما يعني ممكن تكون في حدث أسرع، أنت اللي قاعد تشوفني أو اللي تشوفوني، أنتم يمكن فاهمين الحالة اللي أنتم فيها، وإذا مو فاهمين معناته أنتم ما وصلتوا لها المرحلة، معليش راح توصل لها. لأن أحيانا الأشياء هذه تكون مثل السكينة، لما لو بوصفها بكل بساطة، ممكن احنا نقص فيها برتقالة او ممكن نقتل فيها، فديروا بالكم ممكن تستخدمونها لشيء ايجابي او سلبي. دائما الارقام تكون في هذه الطريقة، دائما سيطروا على تفكيركم الايجابي، اصلا بشكل دائم انتم خلكم بشكل ايجابي، حتى لما تكونون في حالات الاكتئاب واللي انا امر فيها احيانا وقبل الحمد لله تجاوزتها، هي تكون مرحلة بسيطة. دائما اقول لنفسي لما تجيني هذه الحالات ما احاربها، اخليها كذي يعني تتمكن في هذه اللحظه البسيطه اللي انا اعطيها، وعلى طول انفيها من حياتي والى ان ترجع. وهذا شيء طبيعي، لان احنا دائما طالما ان احنا عايشين لازم نكون مثل الموجه فوق وتحت، بس الشيء المسيطر عليكم لازم يكون الايجابي. حاولوا تفكرون بطريقه ايجابيه عاليه جدا. الحلو في الموضوع ان احنا لما نتكلم عن طاقة الجذب رقم 1 1 1، انه هو يسرع لكم انجاز الحدث اللي انتم تسعون له. طبعا مو اي واحد شاف 1 1 1 معناته هذا اللي معناه هذا احد الاشياء اللي ممكن انت وتكون الاسباب منها، بس انا اعتقد في حال انتم قاعد تشوفون حلقتي هذه، ممكن هذا الشيء اللي انتم الحين قاعد تسمعونه هو بناء على ما انا قاعد اقوله الحين، لان ما في شيء صدفة على فكرة. يعني اللي اذا فتحت الفيديو او شفت الفيديو ما في شيء صدفه، هذا كله جاهز، اذا انت جاهز او انت جاهز ان انتم تتلقون هذه المعلومات. 1 1 1 بمثابه سرعه الضوء او السرعه اللي انت مثلا
لما تنجزون الشيء خلال سنوات طويلة ممكن يصير أسرع بكثير. طبعا لها معاني أخرى راح أتكلم فيها بحلقات قادمة إن شاء الله، مثل شلون هي تكون في العلاقات، شلون ممكن تكون هي في ترك الماضي، شلون أنتوا تبدون حياة جديدة أو علاقة جديدة. كل هذه الأشياء مرتبطة برقم 111، ولكن اليوم أنا قاعد أتكلم عن 111، لأن إذا شفتوا هذه الحلقة فكروا دائما في طريقة إيجابية، وتمنوا الأشياء اللي أنتوا تبون تحققونها النافعة للغير ليست الضارة حسب أنت وتفكيرك، يعني لأن أعلم أن فيك هذه الحياة دائما فيها يمين مو يمين ويسار، خلونا نقول إيجابي وسلبي. كونوا أنتم من الإيجابيين إذا تبون توصلون للشيء اللي تبونه راح توصل له بشكل أسرع، خلاصة الحديث. ولكن كونوا يعني إيجابيين في هذا التفكير، لا تفكرون بالعثرات، لا تفكرون بالأشياء اللي ممكن تسبب لكم عثرات، فكروا بالأشياء الإيجابية. خلوني أكتفي في هذه الحلقة الحين، وأشوفكم بحلقات قادمة أكيد إن شاء الله. مع الوقت راح أكثر الفيديوهات هذه، واللي هي تكون بمثابة مرجع لي ولكم، إلى أوصل للمرحلة اللي أنا أقدر أتكلم بشكل سريع بسيط منظم. وأترككم في أمان الله، تصبحون على خير، وأتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء.